شهد القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول عبد المجيد صقر تنفيذ المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده التعبويه للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعده ايام وياتي ذلك في اطار خطه التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحه شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ مرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب ممدوح جعفر قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثاني الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه مهما كلفهم ذلك من تضحيات. بدات المرحله الرئيسيه بعرض ملخص الفكره التعبويه وعرض القرارات المتخذه من القاده اثناء اداره المشروع والتي عكست الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز لكافه العناصر المشاركه بالمشروع وكان الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه قد شهد احدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذه من مختلف المستويات وناقش عددا من المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذ مهامهم وكيفيه اتخاذ القرار الامثل لمجابهه كافه المواقف المفاجئه اثناء اداره العمليات. وفي سياق متصل التقى الفريق اول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وكليه الضباط الاحتياط ومعها الضباط الصف المعلمين. حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، واشار القائد العام للقوات المسلحه الى حرص القياده العامه للقوات المسلحه على الاهتمام بالفرد المقاتل، مؤكدا ان التدريب هو جوهر الكفاءه القتاليه وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءه واقتدار، كما وجه الشكر الى رجال الجيش الثاني الميداني. على ما قدموه من تضحيات بالغالي والنفيس لتكفيف منابع الارهاب وتهيئة المناخ لبدء عمليه التنميه والبناء بارض سيناء الغاليه وطالب رجال القوات المسلحه بالحفاظ على اعلى درجات الجاهزيه القتاليه لتظل القوات المسلحه قادره على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفه بها في حمايه ركائز الامن القومي المصري على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه